بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذا الخبر من على جريدة لو بوتي جورنال ماروكان. إذن كما نلاحظ عندنا ماروك أليرت سور إن بينوري دو كارت بانكير. أليرت سور إن بينوري دو كارت بانكير. أليرت كما نقول تحذير أو تنبيه إلى غير ذلك. سور إن بينوري sur une pénurie. La pénurie, al maqsoud biha al khassas. Pénurie, al maqsoud biha shuh ou khassas fi shay'in ma. Idan natkallam huna an khassas do carte bancaire fi al bata'iq al bankiya. Idan tab'an بالنسبه للمغرب هناك تنبيه هناك تحذير الى غير ذلك من خصاص في البطائق البنكيه. Des millions de cartes bancaires pourrait manquer dès le second semestre 2021 à cause de difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs. Des millions de cartes bancaires pourraient manquer dès le second semestre 2021 à cause de difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs. Et dans des millions de cartes bancaires, et dans les millions de cartes bancaires, pourraient. عندنا الفيرب بوفوار او كونديسيونيل بريزون دائما بنفس الطريقه كما قلنا فيما سبق لو كونديسيونيل بريزون من بين ادواره انه يفيد الشك في حصول او في تحقق شيء ما في تحقق او حصول حدث ما اذا نتكلم هنا عن دي مليون دو كارت بانكير الملايين من البطائق البنكيه بوغي يمكنها يمكنها أن تنقص دي لو سوغون سيمستر. إذن انطلاقا من النصف الثاني للسنة 2021 لسنة 2021 أكوز دو ديفيكولتي بسبب صعوبات أكوز دو ديفيكولتي إذن بسبب صعوبات دابروفيزيونمون بسبب صعوبات التموين. إذا لابروفيزيونمون المقصود بالتموين اون سيمي كونديكتور. إذا نتكلم عن مكون أساسي من هاد البطاقة يسمى سيمي كونديكتور. إذا عندنا صعوبة في التموين بهاد الجزئية المكونة للبطاقة البنكية وبسببها لن تكون هناك بطاقة بنكية متوفرة. الانستار دوتر بي كما نقول على ضوء بلدان أخرى. الانستار دوتر بي على ضوء بلدان أخرى أو على غرار بلدان أخرى. لانكيتود اي غرانديسونت او ماروك. إذا نتكلم عن قلق اي غرانديسونت كما نقول أنها متزايدة كأنها تكبر. إذا نتكلم عن قلق يكبر. او ماروك في المغرب فاس ا اون بينوري مقابل شح مقابل خصاص في هذا المكون الأساسي للبطاقة البنكية وبالتالي سيكون هناك خصاص في البطاقة البنكية. لغويوم غنوفيل أنفيرون 3 مليون دو كارت باغون. إذن المملكة غنوفيل طبعا نتكلم هنا على لو فيرب غنوفلي يعني أنك تجدد. نقول عن شيء بأنه نوفو يعني أنه جديد. نوفيل أنها جديدة. لو فيرب غنوفلي هذا فعل جددة. لو غويوم غنوفيل إذن المملكة تجدد. تجدد ماذا؟ أنفيرون تقريبا 3 مليون دو كارت باغ أون. 3 مليون دو كارت باغ أون. 3 مليون دو كارت باغ أون. باغ أون. المملكة تجدد حوالي 3 ملايين بطاقة باغ أون في السنة. لون كما نقول العام لاني كما نقول السنة. Sans amélioration de la situation, des millions de cartes vont manquer, s'alarme la direction de la Smart Payment Association, un organisme qui représente les plus grands fabricants de cartes de paiement comme Thales ou Idemia, comme Wahel Had Al-Munad Damatin. Sans amélioration, Tabanat Kalman, amélioration, Yenita Hassoun, Wamina Fial, améliorer.
ومنها فعل أميليوري يعني فعل حسنة أنك تحسن شيئا أنك تطوره أنك تطور شيئا إذن son amélioration بدون تحسن de la situation للوضعية la situation مقصود بها الوضعية إذن بدون تحسن الوضعية دي مليون دو كارت vont manquer إذن الملايين من البطاقات vont manquer كما نقول أنهم سينقصون كما تنقول احنا بالدارجة فلان تيمنك الخدمة احنا تنتكلم على لي كارت نقول عنهم لي كارت vont manquer دي مليون دو كارت vont manquer إذن الملايين من البطاقات vont manquer طبعا هاد فون سي لو فيرب الي ولكن هنا رجعنا كمساعد هاد فون هنا ماشي المقصود به هو لو فيرب الي هذا ماشي المقصود به لو فيرب الي هنا كمعنى اساسي لهذا الفعل لو فيرب الي تنعرفو تيمكن لي يجي كنصف مساعد سومي اوكسيليير تيساعدنا باش نصرفو واحد الفعل اخر باش داك الفعل يفيد لينا واحد المعنى طبعا في هاد الحاله اللي عندنا هنا هاد لو فيرب الي اللي عندنا هنا نقول جو في تي فا il va nous allons vous allez ils vont هي اللي عندنا هنا اذا عندنا لو فيرب الي اذا ils vont هم يذهبون ولكن هذا في المعنى الاساسي اللي تيفيدو لو فيرب الي هنا عندنا طبعا الصرف غيبقى هو لي كارت اذا بحال تنتكلموا على il avec s نتكلم عن الغائب الجمع إذن دي مليون دو كارت سنقول عنهم فون ثم هاد لو فيرب الي ما غيفيدش المعنى ديال ذهب بل غيجي باش يساعدنا باش نصرفو فعل مونكي في هاد الحاله اللي عندنا هنا سيصبح المعنى عده ملايين من البطائق طبعا البطائق البنكيه فون مونكي يعني انهم سينقصون في هذه الحالة التي عندنا هنا لو فيرب مونكي مصرف في زمن في اللغة الفرنسية يسمى لو فيتور بروش المقصود به المستقبل القريب لو فيتور بروش أساسا تتكون من لو فيرب الي بحال اللي عندنا هنا زائد الفعل المراد تصريفه مثلا عندنا هنا لو فيرب مونكي ليفيد ماذا ليفيد بأن الأمر ليفيد بأن الحدث سيحصل قريبا جدا لذلك نسميه لو فيتور بروش كما قلنا المستقبل القريب المقصود بأن الحدث سيحصل قريبا جدا ربما بعد ساعة أو أقل أو أكثر بقليل لكن كيفما كان الحال لن يكون كلو فيتور سامبل لو فيتور سامبل يعني المستقبل البسيط إذن دي مليون دو كارت فون مونكي إذن نتكلم عن الملايين من البطائق أنها ستنقص قريبا طبعا كما قلنا بأن لو فيتور بروش ممكن أنه يحصل بعد ساعة أو أكثر بقليل لكن هنا نستعمله طبعا لنبين بأن الأمر حتى ولو استمر لبضعة أيام أو أسابيع أو أكثر بقليل فالأمر ليس كباقي الأحداث مهما يكون فهو قريب بحكم أهمية الحدث المتعلق بالبطائق البنكية طبعا والتي أصبحت من الضروريات اليومية إذن طبعا لا شك أن الأمر يتعلق بشيء مهم في حياة الناس حتى لو حدث الأمر بعد شهر مثلا أكثر أو أقل إذن فالأمر قريب سلام كما نقول أن تجره ناقوس الخطر طبعا لالاغم المقصود بإشارة إنذار إذن طبعا هنا نتكلم عن لغة بسلاغمي كما نقول أنك تعطي إشارة الإنذار إذن طبعا سلاغم أن تعطي إشارة الإنذار لا ديريكسيون دو لسمارت بيمو أسوسيشن إدارة منظمة تسمى سمارت بيمو أسوسيشن طبعا يرمز إليها ب SPA un organisme إذا نتكلم عن منظمة كي représente التي تمثل نتكلم هنا على الverb représenter يعني فعل مثالة
مثلا هذا الشخص يمثل كذا، او مثلا حدث ما يمثل كذا. اذا نتكلم عن لو فيرب ريبريزونتي. اذا ان اورغانيزم، اذا نتكلم عن منظمه، كي ريبريزونت لي بلو غون فابريكون دو كارت دو بيمون. اذا نتكلم عن منظمه تمثل لي بلو غون فابريكون، لي بلو غون فابريكون. اذا نتكلم عن اكبر المصنعين، طبعا نتكلم عن لو فيرب فابريكي، اذا فعل صنعه، ومنها لا فابريكاسيون يعني التصنيع. اذا لي فابريكون المقصود به المصنعين، اذا لي بلو غون فابريكون، اذا المصنعين الكبار. ان اورغانيزم كي ريبريزونت لي بلو غون فابريكون، اذا نتكلم عن منظمه تمثل اكبر المصنعين دو كارت دو بيمون. مصنعين كما نتكلم عن بطاقات الاداء بيمون. احيانا نتكلم عن لو فيرب باي، يعني انك تؤدي. لو فيرب باي انك تؤدي ثمن بضاعه مثلا. اذا نتكلم عن لو فيرب باي، ومن كلمه بيمون يعني كما نقول اداء. لي بلو غون فابريكون دو كارت دو بيمون. اذا نتكلم عن منظمه تمثل اكبر صناع بطائق الاداء كوم تاليس او ايديميا. اذا مثل هاد المنظمتين. اذا نتكلم عن اس بي ا، هي تماما مثل هاد المنظمتين المصنعتين لهاد البطائق. دون زان كومونيكي دو بريس، في لقاء صحفي. دون زان كومونيكي دو بريس، لا ستركتور بوينت لورجونس داجير pour protéger ses entreprises de la pénurie de semi-conducteurs. Un problème d'approvisionnement qui touche le monde entier, fait savoir le journal le matin. Dans un communiqué de presse, et dans le Sahafi, la structure, من حيت الأصل, تعني بنية, تعني هيكل, تعني تركيب, أو حتى تشكيل الطبقات الأرضية. طبعا هنا كما نتكلم عن تركيب, أو نتكلم كما قلنا عن منظمة. اذا طبعا منظمه لها تركيب معين. اذا لا ستركتور، اذا نتكلم عن المنظمه بوينت لورجونس داجير بوينت سلافا بوينتي كما نقول صوابه او سدده تتوجه واحد الحاجه. اذا لا ستركتور بوينت لورجونس داجير، بوينت لورجونس داجير المنظمه هنا انها تصوب لورجونس. لورجونس يعني المقصود بالالحاح كما نقول، او كما نتكلم عن ضروره. اذا هي توجه ضروره ماذا، او الحاح ماذا. داجير، داجير المقصود بها المبادره. اذا هذه المنظمه انها توجه ضروره المبادره. اذا كما نقول ان تركز على ضروره المبادره pour protéger ses entreprises، pour protéger ses entreprises de la pénurie de semi-conducteurs. إذن هي تركز على الإلحاح من أجل المبادرة pour protéger ses entreprises، من أجل حماية مؤسساتها، من أجل حماية شركاتها، من أجل حماية شركات المنضوية تحتها، من أجل حماية هذه الشركات من ماذا؟ de la pénurie، من الخصاص. إذن هي تركز على ضرورة حماية الشركات من الخصاص دو سومي كوندكتور، من الخصاص من هاد المكون الأساسي للبطاقات. إذن ما دامت أن البطاقات مهمة إلى درجة كبيرة، إذن نتكلم على بينوري دو سومي كوندكتور. أن بروبليم دابروفيزيونمون، إذن هو مشكل تموين، إذن هو مشكل تموين كي توش لو موند اونتي، الذي يمس العالم اجمع. كي توش لو موند اونتي، الذي يمس العالم كما نقول باكمله. في سافوار لو جورنال لو ماتان، كما نقول انه عامل على المعرفه جريده لو ماتان. بمعنى اخر عرفت بهذا جريده لو ماتان. في سافوار تعمل على المعرفه، او بمعنى اخر انك تشرح. إذن في سافوار لو جورنال لو ماتان، إذن كما أوضحت كما نقول جريدة لو ماتان. أو ماروك كوم بارتو أيوغ، إذن في المغرب كوم بارتو كما في كل مكان. كوم بارتو كما في كل مكان، أيوغ يعني في مكان آخر. بحال تنقولو حنا بالدارجة
بلاصة أخرى. نقول مثلا جو في شيرشي أيوه. أنا سأبحث مثلا أنا غنقلب في مكان آخر. أنا غنقلب في بلاصة أخرى. جو في شيرشي أيوه. أنا سأبحث في مكان آخر. أو ماروك كومبارتو أيوه. إذن في المغرب كما في كل مكان في جهات أخرى لا في كوتيديان إذن الحياة اليومية. هبدومادير المقصود بها الأسبوعية. هبدومادير أسبوعي أو أسبوعية. إذا نتكلم عن حادث يحدث مثلا كل أسبوع إذا نقول عنه هبدومادير. كوتيديان بالنسبة للمذكر، كوتيديان كما عندنا هنا بالنسبة للمؤنث نتكلم عن لافي كوتيديان. إذا الحياة اليومية. إذا الحياة اليومية كوتيديان تعني يومي. كوتيديان يومية. La vie quotidienne, الحياة اليومية et les affaires. ثم الأعمال. ثم الأعمال. نقول مثلا homme d'affaires. رجل أعمال. Et les affaires. والأعمال أو الشؤون إلى غير ذلك sont de plus en plus régis par les cartes de paiement. إذن هم أكثر فأكثر régis. نتكلم على الverbe régir. أنك تدير شيئا. إذن نتكلم عن administré ومنها l'administration يعني الإدارة. administré يعني أنك تدير. إذا نتكلم عن الحياة اليومية ثم الأعمال والشؤون sont de plus en plus régis. أكثر فأكثر يسيرون. إذا هذه الحياة اليومية تسير. ثم الأعمال أيضا أنها تسير. تسير بماذا؟ par les cartes de paiement. تسير ببطائق الأداء. تسير ببطائق الأداء. ومنها مثلا البطائق البنكية. طبعا في نفس السياق وعلى نفس الجريدة وعلى جريدة لبوتي جورنال ماروكا أيضا عندنا ماروك لامور بروغرامي دي غيشي بانكير. لامور بروغرامي دي غيشي بانكير. إذا نتكلم عن الموت المبرمج للشبابيك البنكية. للشبابيك البنكية. إذا أونتخ 2019 و 2020 سوى أنو. إذن بين 2019-2020 سوى أنو بما معناه سنة كما هو واضح من التاريخين. لغويان دي ماروك a perdu 45 غيشي بانكير. المملكة المغربية a perdu. هنا لوفر perdre هذا فعل فقد. 45 غيشي إذن المملكة المغربية فقدت 45 غيشي 45 شباكا بانكير بنكيا. المملكة المغربية تفقد 45 شباكا بنكيا. Le Royaume du Maroc a perdu 45 guichets bancaires. C'est la preuve que ces installations physiques perdent de plus en plus leurs importances dans le paysage bancaire marocain. Dans le paysage bancaire marocain. C'est la preuve. إذن هذا هو الدليل. C'est la preuve. إذن طبعا بين 2019 ثم 2020 Le Royaume إذا المملكة تفقد 45 شباكا بنكيا سي لا بروف إنه كما نقول الدليل كو سي انستالاسيون بأن التركيبات كما نقول بأن هاد التركيبات إذا المقصود به هاد الشبابيك سي انستالاسيون فيزيك. إذا نتكلم عن التركيبات الملموسة. إذا نتكلم عن أشياء ملموسة بيرد دو بليز أون بليس لو امبورتونس. بيرد دو بليز أون بليس leur importance. إذن هي تفقد de plus en plus أكثر فأكثر leur importance أهميتها. نقول عن شيء بأنه important في المؤنث نقول importante. إذن المقصود به أنه مهم أو مهمة. إذن l'importance المقصود به الأهمية. هاد التركيبات الفيزيائية كما نقول أنها تفقد شيئا فشيئا أهميتها. إذن الدليل على هذا هو ما رأيناه بين 2019 و2020 من فقدان 45 شباكا بنكيا. هذا دليل على أن هذه التركيبات تفقد أكثر فأكثر أهميتها dans le paysage bancaire. dans le paysage bancaire. طبعا le paysage المقصود بالمنظر. طبعا هنا كما نتكلم عن منظر بنكي أو نتكلم عن نظرة على الأبناك. إذن في خضم هذه النظرة
المتعلقة بالأبناك نرى بأن هذه الشبابيك تفقد أهميتها. إذن c'est la preuve que ces installations physiques perdent de plus en plus leur importance dans le paysage bancaire marocain. يعني في المنظر العام كما نقول البنكي المغربي au profit des services numériques. تفقدها لمصلحة au profit كما نقول لمصلحة. إذن هناك جهة أخرى ستستفيد من هاد التخلي لهاد الشبابيك عن الأهمية. إذا نتكلم عن الشبابيك أنها تفقد أهميتها، وفي نفس الوقت هناك كما نقول تركيبة أخرى أو جهة أخرى أنها تصعد إلى الواجهة وتأخذ قيمتها مكانها. إذا au profit des services numériques، إذا لمصلحة المصالح الرقمية، لمصلحة المصالح الرقمية أو لمصلحة الخدمات الرقمية أو لمصلحة الخدمات الرقمية. Sur trois dirigeants de banque على ثلاثة مسيرين للأبناك. إذا من ثلاثة مسيرين لأبناك sur trois dirigeants de banque. طبعا dirigeant يعني مسير ومنها فعل diriger فعل سيارة. Sur trois dirigeants de banque. إذا من ثلاثة مسيرين لأبناك deux estime. إذا اثنان estime استيمي أنك تعطي قيمة، أنك تحدد رقما، تحدد ثمنا. دو استيم، إذا نتكلم عن اثنان من هاد الثلاثة أنهم يقيمون، أنهم يتنبؤون بقيمة معينة. دو استيم كديسي سانكون. إذا اثنان يقدرون كما نقول كديسي بأنه من الآن سانكون سانكون إلى خمس سنوات. من الآن إلى خمس سنوات لموديل فوندي. إذا نتكلم عن المثال المؤسس، النموذج المؤسس على شيء ما. لموديل فوندي طبعا نتكلم عن لوفير فوندي يعني أنك تؤسس مدينة مثلا. إذا ومنها مثلا لا فونداسيون، مثلا لا فونداسيون محمد سينك. إذا نتكلم عن مؤسسات محمد الخامس. لموديل فوندي إذا نتكلم عن النموذج المؤسس sur les agences physiques. النموذج المؤسس على les agences physiques. كما نتكلم عن شبابيك فيزيائية ملموسة كما نقول ne serait que souvenir، يعني أن لن تكون إلا ذكرى، لن تكون إلا ذكرى. يعني سنقول في يوم ما بأنه في وقت سابق كان الناس يستعملون البطائق البنكية. سيصبح هذا الأمر متجاوزا من الآن إلى خمس سنوات كما يقول اثنان من ثلاثة مسيرين لأبناك. طبعا من خلال ملاحظاتهم ومن خلال معايشتهم لهذا الأمر من خلال الخدمات التي يقدمونها. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par des économistes intelligence unit. C'est ce qui ressort. طبعا نتكلم عن لوفير ressortir المقصود بها خرجة ثانية. طبعا لوفير سورتير خرجة، غسورتير خرجة ثانية، أو بمعنى آخر ينتج أو ينجم عن، ينتج أو ينجم عن. إذن طبعا هو المعنى الذي عندنا هنا سي سو كي غسور. إذن هذا الذي نجم، هذا الذي خرج عن، هذا الذي نتج عن دي نونكيت. إذا نتج عن تحقيق رياليزي تم تحقيقه أو تم إنجازه. رياليزي كما نقول منجز par the economist intelligence unit، تحقيق تم إنجازه من طرف هذه الجهة. pour terminus أو باللغة الفرنسية terminus terminus. طبعا تكون عندنا accent aigu على هاد لي دو زو. كما نتكلم عن كلمة باللغة الإنجليزية تيمينوس، كما نتكلم عن جدار مقدس حول معبد يسمى تيمينوس. طبعا هو فقط اسم هنا The Economist Intelligent Unit. إذن هذه الجهة قامت بتحقيق بو تيمينوس، إذن قامت بتحقيق من أجل هذه الجهة الأخرى. هذه الجهة الأخرى لو فورنيسور دو لوجيسيل بانكير. إذن نتكلم عن ممول
بالبرامج البنكية précisant que 65% des dirigeants considèrent les nouvelles technologies telles que le cloud, l'IA et les API comme la tendance qui aura le plus grand impact sur le secteur au cours des 4 prochaines années, devant la réglementation et l'évolution des demandes des clients, fait par l'économiste. طبعاً هذه الجهة قامت بتحقيق للجهة الثانية. هذه الجهة الثانية هي الممول بالبرامج البنكية. الجهة الأولى أن تؤكد بخصيصاً مؤكدة que 65% بأن 65% دي ديريجون من المسيرين نتكلم عن مسيري الأبناك considère les nouvelles technologies يعني أنهم يعتبرون التكنولوجيات الجديدة tel que le cloud مثل ما يسمى le cloud l'IA et les API ثم الوسيلة الثالثة طبعا هذه من المستجدات على الساحة البنكية comme la tendance كما نتكلم عن وجهة أو ميلان إذن هناك ميلان من المستعملين لهذه الأدوات comme la tendance كما نتكلم عن كميلان أو كوجهة qui aura le plus grand impact التي سيكون لها التأثير الأكبر le plus grand impact التي سيكون لها التأثير الأكبر sur le secteur على القطاع المقصود هنا sur le secteur bancaire على القطاع البنكي au cours des 4 prochaines années في خدم أو على طول الأربع سنوات القادمة devant la réglementation et l'évolution des demandes des clients. Devant la réglementation, أمام المساطر كما نقول, et l'évolution, ثم التطور des demandes des clients. لطلبات الزبائن. طبعا الزبائن هم الذين يجربون هذه الوسائل وهم الذين يختارون الأحسن لهم منها. طبعا سيركزون على le cloud, l'IA, les API, fait par l'économiste. كما توضح جريدة الإيكونوميست. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.